السلام عليكم وتحياتي لكم. فيديو بطريقة أخرى وبسجل وأنا سايق السيارة، ونشوف معالم وطرق مصر القاهرة يعني، وإحنا بنشوف المعالم والطرق هنقول لكم على ما يحدث في حرب أوكرانيا وروسيا، لحظة هروب زيلينسكي إلى هولندا. أمامنا الآن لحظة هروب زيلينسكي إلى هولندا، بيتنقل من بلد لبلد أوروبية. بالمناسبة يعني بعد ما هنشوف لحظة هروب زيلينسكي إلى هولندا، هنشوف أيضا تصفية رجل مخابرات كبير في أوكرانيا، ضابط مخابرات كبير في أوكرانيا هقول لكم اسمه. وبدأت روسيا يعني تصفية شخصيات مهمة في أوكرانيا، أول تصفية لعقيد مخابرات أوكراني في إدارة أمن الدولة الأوكرانية، ضابط مخابرات كبير اسمه ميخائيل بارتيس يارتسيف، ميخائيل يارتسيف، وتم تصفيته من قبل القوات الروسية أو المخابرات الروسية. فهنا يعني تصفية رجال المخابرات وكده. أيضا هنشوف فيديو إزالة النصب التذكاري الخاص بروسيا في هولندا، وده كان نصب خاص برجال روس حاربوا النازية عن الاتحاد السوفيتي وعن بولندا. اليوم تم إزالة النصب التذكاري كما نرى أمامنا في الفيديو. خبر أيضا يقول أن قوات فاغنر تنوي الانسحاب من باخيموت. قائد فاغنر بيقول لك إن مفيش أسلحة، مفيش مساعدات وكده، فهنا بيقول لك هنسحب من باخيموت. هل سينسحب من باخيموت فعلا؟ بيقول لك إن إحنا بنحصل على 10% من الأسلحة التي نطلبها. قوات فاغنر تريد الانسحاب من باخيموت. وخبر أيضا طائرات استراتيجية وتنطلق الآن نحو أوكرانيا، وقد تستخدم صاروخ الخنجر وصواريخ استراتيجية الآن في طريقها إلى أوكرانيا. اليوم سنسمع عن أخبار انفجارات ومخازن أسلحة وأماكن استراتيجية، وزي ما قلنا إن لا يعني قد لا تفكر روسيا في ضرب أوكرانيا بأسلحة نووية وأسلحة نووية تكتيكية، لأنهم شعب واحد وأرض واحدة، وروسيا تريد ضم الأراضي الأوكرانية ولا تريد تدميرها. فهنا روسيا مش هتدمر أوكرانيا، روسيا هتحتفظ بالأراضي الأوكرانية. وزيلينسكي زي ما احنا شايفين بيهرب من بلد لبلد، والمشكلة مع النظام وليس مع الشعب الأوكراني. وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال لك سنرد بطريقتنا على محاولة اغتيال رئيس روسيا والاعتداء على مبنى الكرملين، مبنى مجلس النواب الروسي. طبعا احنا بنذيع بطريقة أخرى من وانا بسوق السيارة، فاعذرونا لو في اي ضعف فني في الفيديو. وتحياتي لكم محدثكم ظريف الأديب.